قول للفيلسوف كانت، أنا أحاول يعني أن أستجمع بعض لأنه الوقت حدد السيد، فلذلك ما أريد أن أخرج. قول لإيمانويل كانت الفيلسوف الألماني، وهو يشحذ يعني ويحد الهمة في ناسه. كانت، أنا حقيقة اطلعت على أغلب الفلاسفة الأوروبيين عن حياتهم، فلسفتهم، حاولت يعني أن أكتب بعض الأشياء عنهم، أن ألخص حياتهم، أن أشوف تجربتهم. كانت واحد من الذين كابت في فلسفته وعانى في فلسفته. اليوم إحنا في هذا العصر، وكانت في 1700 وإحنا نذكره، ذكرى لأن فلسفته فلسفة تنويرية، وإحنا نحتاج الفلسفة التنويرية. هو يدعو ناسه، يدعو أهله، يدعو مجتمعه، ويدعونا نحن. يقول أيها الناس استخدموا عقولكم ولا تتواكلوا. يعني أكو مفردة لقيتها بالترجمة العربية يقول إن الله وهب لكم عقولا ويجب أن تستخدموها. أنا غير متأكد من هاي، بس أشكك فيها إن الله، لأنه اللي يعرف فلسفة كانت، ذهنية كانت، أستغرب يعني أن يطرح هذا المعنى. بس إذا قاريها يعني، وأكيد يعني بعضكم مطلع عليها، إنه إن الله وهب لكم عقولا، أنا يعني عندي توقف عليها. وهو نفسه هذا كانت، هذا الفيلسوف الكبير، رغم أنه إشعاعه في أوروبا في ذاك الوقت كان واضح وجلي، يقول أنا أشكر ديفيد هيوم لأنه أنقذني من إيمانات الدوغمائية. هو نفسه فيلسوف الآن في هذا العصر، يعني كل واحد قائم بذاته، ما يقدر واحد يقول يعني أنا أقدر أقول مثلا الآن لمثلا أستاذي دكتور عبد الإله له الفضل علي مثلا في الكلمة الفلانية أو في علمني كذا، لا، صعب علينا أن نعترف. بينما إيمانويل كانت، هذا الفيلسوف الكبير، يعترف يقول ديفيد هيوم خلصني من ثقافتي الدوغمائية. احنا ذا نريدها من نتساءل نشوف ايش قد عندنا ايمانات دوغمائية الان، ايش قد عندنا ايمانات دوغمائية. انا يعني حاولت انه بعض الاشياء ما امر عليها، واستاذ وسام ايضا يعني طلب من عندي هذا الطلب. وإذا أريد يعني أن أفاتش وأصارح أشياء خطرة حقيقة، إحنا تعلمناها، تعودناها بالتعويد، أشياء ما يعني من تخليها أمام العقل ستجد أنه بون شاسع بين العقل وتفكيراته وآلياته وسياقاته وبين اللي إحنا نسويه. ومو بالضرورة اللي نسويه إحنا لأنه أجانا مثلا من بعيد أو مروي إنا من بعيد أنه صح. أحد الفلاسفة يقول إذا أي دين يشن حرب على العقل، اعلموا أن هذا الدين سينتكس. ما معقول أنه عقل. والآن إحنا نعيش في أمريكا مثلاً وجاي نشوف بعض المشاهد، يمكن لو بلادنا يعني. هذا من باب الحداثة، من باب التطور الفلسفي العقلي الفكري اللي انتهجته أوروبا لتقوم. وأوروبا عانت، يعني لا تعتقدون أنه بالسهولة، وأنتم كلكم تعرفون هذا المعنى، مو بالسهولة أوروبا قامت. أكثر فلاسفة أوروبا عانوا، قتلوا بالآلاف، أكثر من 30-35 ألف عالم قتل بسبب أنه عنده نظرية. نيكولاس كوبرنيكوس على ما أعتقد عنده نظرية أنه يقول الشمس، الأرض هي اللي تفتر على الشمس، خايف منه ما يقدر يحكي، خاف ينقتل. المنهج المغاير الآخر وهو التقليد، حتى التقليد هو ما يتوارثه الإنسان من عقائد، من عادات، ممارسات في السلوك بشكل عام. التقليد أحد الاحتلالات الأولية في الممارسة
المجتمعية والبيتية التي تمارس على الذهن عندنا بالإسلام. الرسائل العملية، افتحوا أي رسالة عملية، الرسالة العملية هي الرسالة الفقهية يعني، ستجدون في الصفحة الأولى على ما أعتقد، أو أتنازل في الصفحات الأولى يعني بالصفحتين ثلاثة الأولى، عمل العامي بلا تقليد باطل، يعني يدعوك أن تقلد، بينما هذا الفقهي، الرأي الفقهي. أنا حقيقة مريت على آية قرآنية دائما يعني أرددها في ذهني، والذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. المبنى الفقهي يقول لك لازم تقلد القرآن، يقول لك إذا تمر على آية، إذا دعوك على أنه تخر عليها صما، لا تسويها، يعني وكأنه يستنهض فيك روح العقل، يقول لك لازم تبحث فيها، يعني أنت مو بس قالوا لك تعال سوي وسويت. المجتمع مالنا مجتمع تقليدي صرف، حتى أنا ملتقي مع شخصيات أكاديمية وشخصيات سياسية وشايف بالتلفزيون، وأنتم كذلك هم كل واحد عنده خبرته، شخصيات حقيقة يعني عامية، يعني هو يجتر الموروث، صح عنده قابلية للحفظ، صح عنده قابلية أنه هو في يعني العفو في الاختصاص، عنده اختصاصه ويبحث فيه، هذا ما نكره، لكن القابليات الذهنية، تطوير القابليات الذهنية ما عنده، وهذا طبعا هذا مؤداه أنه سلطة البيئة عندنا، سلطة المجتمع عندنا، سلطة النصوص الدينية اللي عندنا تمنع أن يمارس الذهنية العقلية، العقل المنفتح المتسائل اللي الله وهبه لنا. ولذلك احنا حتى لو عشنا في هاي الانتكاس، انا واحد من الناس لا استغرب انه داعش تطلع في العراق او في الان ملت المجتمعات، جدا ما استغرب، وبصراحة اذا كان يعني هاي تعقيبة، يعني اذا كانت داعش يعني بين قوسين، في كثير من دواعش بس مخفي، يعني ذهنيته ذهنية داعشية، مو بالضرورة أن يكون داعش يعني بالمعنى. بالوقت اللي يدعو به رجال الدين عندنا أو رجال السياسة على الاتباع، يخرج علينا فريدريك نيتشه، هذا الفيلسوف صاحب نظرية أو فلسفة المطرقة، نقد، هو يوصي طلابه، شوف العقلية شلون، بالساعة أنا ذكرت الآية القرآنية، ويمكن رغم أنه نيتشه ملحد يعني ما إلى علاقة لا بالقرآن ولا، هو يوصي تلاميذه طلابه أصحابه، يقول لهم أنتوا كلكم، كل واحد من أنتكم، أنتوا افتحوا سياقات ومنافذ لكم، لا تتبعوني، يعني هو يوصيهم أن لا يتبعوه. شوف الفلسفة، شوف العقل، انه انت روح شوف طريق الك، لا تتبعني، انا فتحت لك نافذه، انت خذ هاي النافذه واطلع روح، اما انه انا اقيدك اجسرك يعني اخليك في مكان وبدائره واقول لك انت يجب ان تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. من الاشياء حتى اختم، من الاشياء المهمه التي اعتدنا عليها، أنا شخصيا أقولها بصراحة لا أؤمن بها كثيرا، شيئان دكتور، الأول هو الدعاء، إحنا في مجتمعاتنا انصرعنا بالدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء، وكأنه يعني الله، يعني أنا أخيل هكذا، يخيل لي الله أنت ملك طاغية
واحنا نتوسل بأرجوك ارجوك يا الله وتبكي قدامه وتتذلل على مود يستجيب لك على فد شيء بسيط. تصرف وقت هدر للوقت هدر. انا اعرف بعض الادعيه تاخذ اكثر من ساعه اكثر من ساعه ومع ذاك يعني رافع ايديك وزوجتك واطفالك ودعاء دعاء دعاء، بينما اعتقد يعني ان الدعاء هو ذاتي، هو نابع من الذات. واللي يؤمن بالله يقول انه الله يعرف بالدواخل. ماكو داعي انا في فلسفتي في تقديري في فكري ماكو داعي انه ان اصرف هذا كل هذا الوقت واهدره واضيعه يعني بتشي وفت حالات انا شايف وانتم شايفيني. ربي إني يمسن الضر وأنت أرحم الراحمين. خلص خلص بعد أنت تروح تقعد ساعة. هذا الآن أنا حكيتها بيمكن دقيقتين، هذا مسألة الدعاء. فتشوا عنها، شوفوا المساجد إيش قد بيها أدعية، البيوتات إيش قد بيها أدعية. يعني إحنا ما تعلمنا مثلا، ما تعلمنا على منهج عقلي، تعلمنا على منهج ترديد. هذا منهج الدعاء هو منهج ترديدي. الله ما محتاج، الله يدري بيش جاي تفكر، ما في داعي تروح تتذلل وتبكي. هاي النقطة الأولى اللي أدت بمجتمعنا واحدة، هذه إن كثر، هذه واحدة. الأخرى أجد أن المجتمع الذي يؤمن يعني بالغيبيات العقل بمساحة،